تحيه رياضيه لكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان والعالم. استكمال مرحله 13 بدوري الفا لكره القدم عم تاخذنا الى مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي بجوني. مباراه مهمه جدا، الانصار وطرابلس عدد من المباريات بطبيعه الحال تقام بهالوقت، اربع مباريات تحديدا بختام الجوله، وحده منها عم تشوفوها طبعا على شاشه وان، العهد عم واجه الراسينج والعهد عم يتقدم كان بالدقيقه 53 بهدفه لاحمد زريق. شو بيعني هالامر؟ بيعني المزيد من الضغوط على الانصار يلي بيتاخر بفارق 8 نقاط قبل هالجوله عن المتصدر، وهو يلي عم واجه واحد من الفرق يلي عرقلته بمرحله الذهاب طرابلس يلي كانت عادل معه بنتيجه 2-2. رح روح سريعا لاحكي انا وكابتن جمال حاج اليوم طبعا يلي عاد ليحلل معنا مباريات دوري الفا. الحمد لله على السلامه، ويلكم باك كابتن. يعني طبعا بدي روح بسرعه تما نضيع وقت ونحكي عن تشكيله الفريقين واستراتيجيه الفريقين، والامر اللافت يعني بالوقت يلي اكيد مخرجنا جورج خليل رح يفرجينا تشكيله الفريقين اليوم. 4-1-4-1 من ناحيه عبد الله ابو زمع، 4-1-4-1 من ناحيه فادي عيد. شو الفرق بين اثنين؟ صحيح، هذا بدل على انه الانصار ما بيحتمل بعد اي اهدار لنقاط، وكذلك امر بالنسبه لفريق طرابلس كمان هو بوضع صعب. 4-1-4-1 بالنسبه لطرابلس هن اربع مدافعين، احمد ياسين وسيلا وخالد العالي وعبد الله المغربي. احمد مغربي ارتكاز امامه اربع لاعبين، عبد الله العاش واحمد دياب وديون والعرجه، اربع لاعبين، لكنه بنشوف انه عبد الله العاش هو ظهير واحمد دياب هو لاعب ارتكاز، لاعب مع العرجه، يعني هذا معناته انه عم بوظف لاعبين بغير مراكزهم بادوار دفاعيه. يعني بتشكيله طرابلس هناك 8 لاعبين ذو مزايا وصفات دفاعيه، اما بالنسبه للانصار 4-1-4-1 8 لاعبين من عند عبد الله ابو زمع بيمتلكوا مزايا هجوميه. يوسف، خليني اتوقف عند نقطه كثير مهمه بطرابلس. عم تقلي اليوم الفريق عم يلعب بنفس دفاعي، امر طبيعي. ويلسون اندو غائب بسبب الايقاف يلي بيعتمدوا عليه بشكل كثير كبير فريق طرابلس، الكرات الطويله بيعتمدوا على سرعته، اليوم غائب، خلى مقاربه فادي عياد مغيره. فؤاد عيد لاعب شاب 18 او 19 سنه موجود بالتشكيله الاساسيه، اعتماد كثير كبير رح يكون عليه. بس هل قادر ياخذ محل ويلسون يلي هو كان صاحب هدف الفوز بالمناسبه امام التضامن صور 1-0 بكاس لبنان؟ اليوم عمل طرابلس هو عمل منظومه دفاعيه، لاعبين عندهم ادوار دفاعيه ولاعبين بدون كره اكثر من اللعب الفردي، فبالتالي هن متوقع بوجود عبد الله العاش امام عبد الله المغربي وعوده كمان بدنا نحكي بعوده احمد ياسين واحمد المغربي للفريق مع احمد دياب، يعني متوقع انه الفريق يلعب بالخلف وينتظر الهجمات المرتده. اتوقع فؤاد عيد شغلته يربك المدافعين وبتحركاته ونشاطه، هو مزعج. وديون هو العمل الاكبر على خلق الفرص او ممكن يوجد حل هجومي. فؤاد عيد طبعا هو احد اللاعبين اللي تم استدعائهم للمنتخب الاولمبي. صحيح. خلال الاسبوع كابتن بدي احكي عن موضوع كثير مهم، هو بوسط الملعب تعودنا نشوف فريق طرابلس عم يضغط بوسط الملعب تحديدا، قادر يعمل هيدا الشيء اليوم او بالاحرى رح يكون افضليه له بهذا الامر، وخصوصا انه عم يدافع بثمان لاعبين مثل ما ذكرت؟ حيعمل ضغط بوسط الملعب لكنه من الثلث الثاني بالملعب، انا برايي ما حيكون هو عم بيعمل ضغط عالي من الامام على فريق الانصار، لا حيدعيه حيعزمه على منطقته. نعم. والثلث الثاني من الملعب حيحاول يعمل ضغط من خلال الكثافه العدديه الموجوده اللي على راس احمد المغربي مع ديون ومحمد العرجه واحمد دياب عبد الله العاش، حتى يقلل المساحات ويقدر يعمل هذا الضغط يكون فعال، لانه الانصار عنده لاعبين مهاريين على مستوى تناقل الكرات والبناء اللعب من الخلف. كثير حكينا على الانصار الموسم اليوم، حابب كثير احكي عن طرابلس لانه اليوم فادي عياد بفعل التغييرات اللي عملها على صعيد المراكز امر كثير مهم. على الصعيد الدفاعي يعني خالد العلي، سيلا ونزيه اسعد نادرا ما يخطئوا، عبد الله مغربي عنده دور هجومي دائما اكبر، مفتاح اللعب راح يكون احمد مغربي، في حال نجح احمد مغربي يطلع الطابه بيقدر بطبيعه الحال فؤاد عيد يعمل خطوره او حتى مارك ديون. بس اليوم عم بيواجه ثلاث لاعبين بخط الوسط، عدنان حيدر، نصار عنده يعني عندهم اثنيناتهم النفس الدفاعي، وعندنا اونيكا يلي هو بيتولى عمليه تموين المهاجمين. اليوم هالمواجهه انا بشوفها منا متكافئه بصراحه بين احمد مغربي ونصار وعدنان حيدر، والدليل انه نصار عمل شغل كبير بمباراه الساحل عندما لعب بمركز الارتكاز. صحيح، نصار اليوم حيعطي الحيويه لخط الوسط، هو حيتبادل الادوار ان كان معصوني على كمهاجم ايمن او كان تغطيه يوسف عنبر عندما بينطلق يوسف عنبر من الظهير الايمن للهجوم، بالتالي نصار دوره محوري. فريق احمد مغربي حيلاقي صعوبه لان بعتقد فريق انصار حيضغط عليه على احمد على لانه حيعتبره هو المحور، مش هيك عم نقول. هيدا عم نقوله، هو مفتاح اللعب بيطلع الكره، خماسي هجومي بفريق الانصار معناتها حيضغط على المدافعين حيمنعهم من اللعب بالكره. انا بعت طرابلس حيعتمد على الكره المقطوعه
عندما بيقطع الكرة يحاول ينطلق للهجوم حيلاقي صعوبة هو بالبناء، فعمام فريق عم يملك، برجع بقول لك، نفس هجومي ومغامرة، هذه بتدل على انه ما بده يخسر ولا نقطة ولا يعني ولا يخسر اي ثانية بدون ما يحاول يستفيد منها عبد الله ابو زمع من خلال اشراق 8 لاعبين عنده نفسه، بس يوسف ابو بكر كمارة وبيطار لان عندهم مدافعين سبتين. عم نحكي عن نقطة مهمة ايضا، يعني استنادا لتشكيل طرابلس، احمد ياسين مركزه مش ظهير ايسر، عادة بيلعب لاعب وسط مدافع او ارتكاز مثل ما بنقول. الجهة اليمنى هل هي الممر الاساسي للانصار الى منطقة طرابلس بوجود يوسف عنبر، بوجود نصار يلي بيقدر يروح يعمل الاوفرلاب لسوني سعد، وبوجود سوني سعد يلي اكد حضوره باول مباراه امام الصفا، سجل هدف ومرر هدف. نقطه قوه فريق الانصار جهه اليمنى، لكنه كمان نقطه قوته جهه اليسرى بوجود شبريكو موني، لا مركزيه، من الممكن تشوف موني يجي على اليمين، ممكن يروح سوني، لكنه الفريق عنده بالعمق عنده حلول على الاطراف، عنده حلول كان ميل يمين ولا شمال، لكنه بعد يوسف عنبر ونصار وسوني قادرين يشكلوا مفتاح على الجهه اليمنى، مشان هيك عم نشوف احمد الدياب امامه لاحمد ياسين ليساعده بالدفاع، مشان هيك عم نشوف عبد الله المغربي امامه ظهير عبد الله العيش. عبد الله المغربي عندهم السرعه، عندهم الذكاء بالارتداد، عبد الله المغربي ما بيغامر، يعني برايي واحد من افضل اللاعبين بمركز ظهير الايمن بدوري الفا. عم نشوف مدافعين امام بعض، يعني عبد الله العيش وظهير عم يلعب امام مدافع، بالتالي ليغلق الاطراف على فريق الانصار، لكنه فريق الانصار بهول الثلاثي عدنان حيدر اونيجا ونصار، حتى عدنان حيدر لاعب ذو مزايا هجوميه، ما انه لاعب ذو صفات دفاعيه، صحيح، لكنه لاعب كره، يعني عم نشوف عبد الله ابو زمع بيعرف امتى يروح. انا بدي اشير على شغله، عبد الله ابو زمع عم ينزرك بنوعيه اللاعبين اللي عنده عددهم الكبير، لاعيبه الفوتبول عم بيحاول يوجد لعيبه كره القدم مثل ما بيقولوا، لعيبه الفوتبول عم يحاول يوجد لهم مراكز ويلعب في 8 لعيبه فوتبول بفريق الانصار عم يشركهم لو بده بعض الأحيان. لعيبة فوتبول لعيبة مهاريين بينقلوا الكرة بسلاسة بسرعة. ثلاث لاعبين عدنان حيدر أونيجا نصار، ثلاثتهم ما فيهم لاعب وسط مدافع. صراحة عم نستمتع كنا بالفترة الأخيرة بالأداء الهجومي للأنصار. ثلاثتهم ما فيهم لاعب وسط، يعني وقت ما بيجي سوني أول ما بتفكر أنت حيكون على حساب يا موني يا أونيجا يا حسام الأول، وظفوا صح، وظفوا في لقاله مطرح. لعيب الفوتبول بيجي عم ينضم للمجموعة، هون عم بيحاول هو عم يؤمن إنه لاعب الكرة مش ضروري يكون بس مدافع، إذا ذكي ومهاري ممكن أقدر يكون أنا وظفه صح ويساعدني ويساعد الفريق على تقديم كرة قدم جيدة وعلى الفوز كمان كذلك. طيب يعني اليوم فينا نقول مباراة لفريق هجومي هو الأفضل هجوماً بدوري ألفا أمام الفريق الأضعف هجوماً إلى جانب البقاع يلي هو طرابلس بسبع أهداف فقط. صحيح. سبع أهداف فقط سجلوا. ما في شيء مضمون. نتذكر طرابلس مع طرابلس بالذهاب. سجل مرتين بمرمى الأنصار. وطرابلس مع العهد. بالمباراة على المدينة الرياضية أحرج العهد بشكل كتير كبير وكان له بالشوط الأول عدة فرص، فبالتالي ما في شيء سهل، كله أمور صعبة، لكنه بعتقد إنه فريق الأنصار قادر بهيدي نوعية اللاعبين إنه دائما يلاقي حلول، والموضوع يعني برأيي ما بحاجة كتير كابتن عبد الله أبو زمع ليعطي تكتيكات وتوظيفات، اللاعبين بحد ذاتهم هن قادرين يكونوا، هو عم يجي ينزلهم على الملعب يوقفهم صح والباقي عليكم، لانه كل لاعب عنده ممكن هو يكون يعمل حل بالفريق، وهذا خلى جمهور الانصار دائما يلحق الفريق. شفناه باب حمدون بوسط، لانه مقتنع انه الفريق عم بيأدي خلال مباراه الكاس واليوم، او بمباراه الصفا باب حمدون الاسبوع الماضي، خلال مباراه الكاس واليوم بمدرجات مجمع رئيس فؤاد شهاب، جمهور الانصار حاضر بقوه، عم يستمتع بفريقه، كلنا انصار عم نستمتع. 29 هدف الفريق الاحسن هو اللي عم بيقدم اداء بالدوري، هو فريق كثير مأمنين كابتن الانصار بيقدر يفوز بالدوري. هلا خلينا مبسوطين فيهم عم يلعبوا فوتبول بدون ما نحط عليهم الضغط، انا برايي لا صعب الامور عليه كثير، صعب الامور لكن منتهي، لكن الامور صعبه عليه كثير، بعتقد هو عم بحاول يقدم ما يرتكب اخطاء، يقدم افضل ما عنده ويترك الامور تمشي مثل ما هي. طيب رح نرجع شوي لنحكي اكثر عن فريق الانصار بالشق الهجومي، وجود صاني سعد حاج مالك وموني، ثلاث لاعبين بامكانهم يهدفوا بامكانهم يصنعوا. شفناهم بمباراة أمام الصفا كان في تفاهم كبير بيناتهم، اليوم سوني سعد وموني لازم يروحوا أكثر إلى منطقة الجزاء بوجود هالتشكيلة الدفاعية يلي عم يلعبها طرابلس، وأكثر سوني أكثر سوني لا عم بقول لك أنا نصار ويوسف عنبر حيشتغلوا، لأنه سوني هو اللي ممكن يكون مهاجم تاني، يعني موني حيدخل إلى وسط الملعب حد أونيجا، بينما سوني حيروح حد مالك بالأكثر بالأغلبية، يصير مهاجم تاني رأس حربة تاني أغلبية، صحيح، وعنده القدرات التهديفية. مش هناك يمكن نحول أنه شبريكو من الممكن يمشي كتير من الميلة الشمال لحتى يبدأ، بس في غامر بوجود عبد الله مغربي وعبد الله عاش السريعين يلي عندهم الانطلاقات باتجاه المنطقة. إذا قلنا أنه سوني هو المهاجم مع مالك
معناتها الكره حتيجي من الشمال لعند سوني، يعني وقت ما بده يروح سوني يعني معناتها اللعبه حتكون من الشمال لسوني يجي ينهي من اليمين مع مالك. صحيح. فمشان هيك حيكون في دور لميله الشمال كمان بالاضافه للميله اليمين من خلال فريق الانصار. هيدي ليست الانصار، الطرف اليسار عنده بيشتغل واليمين بيشتغل ومن العمق عندهم حلول، بالتالي ممكن كمان نشوف اونيجا بعض الاحيان يعمل، وحنشوف موني حيجي يكون وخلفه ل ل لحجي مالك. الخوف وبعتقد هيدا لعيبه الانصار عنده الوعي عند خساره الكره، الخوف عند خساره الكره، فريق الانصار ممنوع يخسر الكره بسهوله لانه حيلعب على المرتده، على المرتده ما لازم يخسر الكره، وبالتالي عند خساره الكره استعادتها بسرعه ابتداء من حجي مالك وصوني وموني، يعني الضغط العالي، الضغط العالي على حامل الكره. هذا الامر بعتقد رح يعملوها احمد مغربي اكيد. اهم شيء، اهم شيء السكند بول، الكره الثانيه بالنسبه لفريق الانصار، الكره الثانيه هي بتعمل لك استمراريه للهجمه، والكره الثانيه هي بتخليك تجيب الكره بسرعه لتعود تروح. مثل الهدف الاول اللي سجلوه امام الصفا بتوقيع سوني سعد اللي احتاج بوقتها لتسع دقائق فقط ليفتتح رصيده التسجيلي مع الفريق الاقدر اللي عم نشوفه حاليا امامنا على الشاشه. الفريقين اصبحوا جاهزين على ارض الملعب. كابتن جمال بعد فينا نحكي عن نقطه واحده قبل ما نروح لفارس وبدايه التعليق على المباراه. بالنسبه لطرابلس ما فيهم يعزلوا فؤاد عيد ويتركوه لحاله. لا طبعا الزياده العدديه مفروض تكون بلاعبين من خط الوسط عندما تكون الهجمه على الطرفين، وهذا الامر يلي ما شفناه بفريق طرابلس بصراحه بالمباريات الاخيره. ما بيقدروا يعزلوه، وبالتالي كمان ما بيقدر الفريق كل الوقت يقعد بالخطوط الخلفيه، عندما بيطلع الفريق او بيطلع فؤاد وديون المفروض عبد الله العاش واحمد دياب والعرجه يطلعوا، واحمد مغرب يطلع الفريق مع لاعبين الوسط يطلعوا لامام، ما بيقدروا يتركوه لحاله لحتى. وانا برايي فؤاد عيد لازم يكون هو اللاعب المحطه اللي هو بيستقبل الكره وقف اللعبه لحين ما زملائه يطلعوا لحتى يعود. رغم بصراحه ما عنده الامكانيات البدنيه الجسمانيه بمواجهه كمان وبيطار، لعله ديون هو حيقوم بهذا الامر، لكنه هو المفروض فؤاد عيد يقوم بهذا الموضوع الا اذا بعض الاحيان شفنا في تبادل مراكز. انا برايي مارك ديون ما لازم يلتزم على الطرف الايمن، لازم يروح اكثر باتجاه المنطقه ويجرب يزيد، لانه التزامه على الطرف الايمن راح يعمل له مشكله بوجود شبريكو الممتاز جدا عم بيكون دفاعيا بالفتره الاخيره. يعني انا بفضل ديون يبدل مع فؤاد عيد بعض الاحيان، هو يكون ورا عدنان حيدر وامام المدافع، هذا اللي بيعمله عاده ويلسون، يكون ورا عدنان حيدر وفؤاد والمدافعين لانه ممكن يلاقي ثغره من خلالهم. اذا كابتن جمال حاج اكيد رح نلتقي نرجع نحن وياك على الهاف تايم نحكي اكثر عن مباراه الانصار وطرابلس. ثواني قليله بتفصلنا مشاهدينا عن صافره البدايه، رح انتقل بهالوقت لزميلي فارس كرم لبدايه التعليق على اللقاء قبل ما انضم له، على امل تستمتعوا اكيد بهالمباراه. تفضل فارس.